آخر سؤال في الفقرة دي، خدت فلوسك المتأخرة من سنين يعني من المنتج ممدوح شاهين ولا استعوضت ربنا فيها؟ لا، خدت فلوسي أصل الحق، يعني خدت الفلوس نفسها طبعا، وأخدها منه ومن عينيه ومن عين أي حد، لأن ده حقي، وأنا كنت بشتغل محامي، ابن محامي، ابن محاميين، فهاخد حقي تحت أي ظرف. إنما فاضل دلوقتي أنا رافع عليه قضايا تعويضات، وهاخد الفلوس بالتعويض، لأنه غير منطقي إنه يبقى خد الفلوس بتاعتي حجزها وأنتج بيها وأنا ما يبقاش ليا الحق في التعويض، وإن ما خدتش الأحكام بالتعويض هوصل إن شاء الله لغاية الدستورية، لأنه اللي بيحصل ده هيبقى مش سليم. إزاي هو خد فلوسي وأنتج بيها؟ طب اعتبرني في الحالة دي شريك في الإنتاج، هاخد فلوسي، هاخد التعويض فوق حقي، هتبقى شريك في الأرباح بعد الإنتاج بالظبط وبعد الفترة.